إلى المحور الرابع وهو المكملات الغذائية. هدف المكملات الغذائية هنا هو أنها تحافظ تساعدك في الحفاظ على أكبر كتلة عضلية. فراح نتكلم عن المكملات الغذائية الأساسية في وقت التنشيف. طبعا ودائما وأبدا اللي متابعين الحلقات يعرفوا رقم واحد هو البروتين. البروتين اللي تستخدمه يفضل يكون البروتين العادي، ما يكون البروتين اللي اسمه ويت جينر اللي هو في نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون اللي يساعد الناس للضخم. البروتين يفضل يكون واي بروتين عادي جولد ستاندرد مثل هذا. هذا يفضل واحد من افضل انواع البروتينات الموجودة في السوق. نزل عنه حلقة انا باللغة الانجليزية وايضا حلقة باللغة العربية. هذا مكمل اساسي. المكمل الثاني الاساسي هو البرانش تشين امينو اسيد او البي سي ايز اللي كانت عندنا في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات المكملات الغذائية، وهذا هو شكله دائما يكون عليه بي سي ايز. هذا من شركة اكستند، سويت عنه حلقة باللغة العربية وسويت أيضا عليه حلقة باللغة الإنجليزية وليش هذا من أفضل أنواع البي سي ايز الموجود في السوق. المكمل الثالث الأساسي أساسي جدا وهو الفيتامينات والمعادن، حبة الفيتامينات والمعادن. ممكن تجي على مثل شكل ميجا مين او اي شركه ثانيه. ليش مهم هذا بالضبط؟ مثل احنا عارفين وقت التنشيف انت راح تبدا كارديو، راح تسوي برنامج كارديو، راح اتكلم عن المحور جاي في الحلقه. كارديو معناه ايش؟ تتعرق اكثر. نسبه التعرق معناها ايش؟ معناها تفقد املاح، تفقد فيتامينات، فلازم تعوضها عشان ما يصير عندك هبوط في جسمك او خمول او تعب. فاذا هذه اهميه حبه الفيتامينات والاملاح. نتكلم ايضا عن زيت السمك او الفيش اويل، تلاقيه في الصيدليات موجود. زيت السمك ليش مهم هنا؟ مثل ما قلت وقت التنشيف وقت التمرين راح ممكن تتمرن بشكل اطول، راح تزيد عدد التكرارات وراح تزيد عدد المجموعات، فبالتالي ضغط على المفاصل. فزيت السمك من فوائد تكلمت عنه في حلقه من الحلقات مفيد في صحه القلب وايضا في الاربطه، يفيدك في الاربطه، راح تستخدم الاربطه والمفاصل بشكل كبير، فتحتاج زيت السمك تجنبا لاي خشونه في المفاصل ممكن لا قدر الله تاثر عليك وقت التنشيف او وقت التمرين بشكل عام، سواء حتى لو كنت الضخم. ايضا المكمل اللي ممكن تضيفه وقت التنشيف وهو الجلوتامين. هذا هو الجلوتامين، تكلمت عنه في الحلقه السابقة من المكملات الغذائية حلقة الأخيرة، تكلمت عن الجلوتامين فوائده وإلى آخره. هذه المكملات كيف تستخدمها وكيف تستخدمها ترجع للحلقات اللي أنا أو ترجع للحلقات اللي سويتها من حلقة واحدة لحلقة تقريبا ثمانية، فيها كل المعلومات عن كل هذه المكملات. هذه هي المكملات الأساسية اللي تستخدمها وقت التنشيف عشان تحافظ على أكبر كتلة عضلية ممكنة. توجه الى المحور التالي. المحور الخامس اللي راح اتكلم عنه هو التمرين. وقت التنشيف التمرين مهم جدا، راح يساعدك في تشكيل الجسم وحرق اكبر كميه من الدهون واذابه الماء اللي حول العضلات. التمرين يفضل دائما خمس مجموعات لكل عضله، خمس مجموعات، ويفضل التكرار يكون من 12 تكرار الى 15 تكرار باوزان تقدر انك تكمل فيها التمرين صح. بمعنى ما تسوي بوزن تسوي فيه ثلاث اربع تكرارات وتقول خلاص، سوي الوزن اللي تقدر انك تتحمل 12 الى 15 عده، وخذ وقتك وتنفس في التمرين. والموضوع ما هو بالابهار البصري، مش تبهر الناس انك تشيل اوزان ثقيله وانت يا تسوي التمرين غلط او ما تكمل العده. حاول 12 الى 15 تكرار بشكل سليم، ويكون معك اذا احتجت مساعده يكون معك واحد يساعدك، انه مثل ما قلت عن الاكل احيانا في راح تنزل نسبه الكربوهيدرات، فالطاقه راح تكون عندك قليله تعوضها باشياء ثانيه. anyway، فاذا خمس مجموعات من 12 الى 15 تكرار لكل عضلات الجسم عدا الباي والتراي. الباي والتراي ينصح دائما يكون العدات فيهم 10 عدات. من خلال متابعتي لكثير من ابطال العالم، واحد من ابطال العالم اسمه فيل هيث، بطل مستر اولمبي، اكبر بطوله كمال اجسام في العالم، برنامجه لتمرين الذراعات دائما يكون 10 عدات.
غيره وغيره وغيره، تابعتهم لاحظت انه 90% كلهم اتفقوا ان عضله الباي اللي ترى عضلات صغيره تعطيها 10 تكرارات. هذا هو بالنسبه الى التمرين، خمس مجموعات 12 الى 15، كل عضلات الجسم تجي عند الباي والتراي تلعبهم 10 عدات. هذا هو التمرين باختصار في وقت التنشيف. توجه الى المحور السادس والاخير وهو الكارديو او التمارين الهوائيه. المحور السادس والاخير في حلقه التنشيف وهو الكارديو، تكلمت عنه في احدى الحلقات القديمه شويه. الكارديو باختصار هو التمارين الهوائيه اللي تسويها سواء كان مشي، صعود الدرج، او يعني المشي السريع والى اخره من التمارين الهوائيه. ليش الكارديو مهم في وقت التنشيف؟ الكارديو عامل اساسي في حرق الدهون، سواء كان كارديو الصباح على بطن فاضي تكلمت عنه في احدى الحلقات، او الكارديو اللي يجي بعد التمرين. الكارديو هنا يفضل تبدا بالتدرج، تبدا ب 15 الى 20 دقيقه الصباح على بطن فاضي اذا تقدر، اذا عندك وقت تبدا 15 الى 20 دقيقه على بطن فاضي بعد ما تاخذ كاس، مثلا كاس قهوه او كاس شاي اخضر معاهم البرانش تشين امينو اسيد اللي يحافظ العضلات، ممكن تضيف لهم الجلوتامين اذا انت حاب. تبدا بالتدريج. ليش بالتدريج؟ عشان لا يكون في يعني انهيار سريع للعضلات، لان احنا عارفين راح يكون في نسبه كربوهيدرات النشويات راح تكون قليله، فما ودك تحرق كل شيء بسرعه، راح تفضل انك تاخذ وقتك. الكارديو تبدا على سبيل المثال 15 الى 20 دقيقه مثلا اول 3 اسابيع، هذا الصبح بس، او ممكن تخليها بعد التمرين. كل ما تقدمك الوقت راح تزيد نسبه الكارديو، 25 الصباح، ممكن ايضا 25 بعد التمرين، توصل الى 30 الصباح، 30 بعد التمرين، توصل الى 45 الصباح، 45 بعد التمرين. طبعا يعتمد على الوقت الكافي اللي عندك اذا قدرت تسوي الاوقات الزمنيه هذه. اذا ما تقدر حاول بقدر المستطاع انك ما تقل عن 30 دقيقه من الكارديو كل ما تقدمت في البرنامج التنشيف، يعني تقريبا من الشهر، من شهر شهر ونص تبدا ايش تقلل شوي، تبدا تزيد عفوا في نسبه الكارديو عشان تحرق اكبر عدد من الدهون. للناس اللي حابه تبني عضلات طبعا ما في جري، راح يكون مشي سريع، ممكن يكون سبرنت خفيف 30 ثانيه او ممكن دقيقه وترجع مره ثانيه تمشي مشي سريع، او اذا تقدر تطلع على جهاز الدرج وهو احد افضل الاجهزه في حرق الدهون. ما عليكم من الناس اللي تقول يحرق عضلات الرجل، واحد من الابطال العام اسمه اتوقع بن بكارسكي تكلم في الموضوع قال ما يحرق عضلات الرجل، مش مواني، بالعكس يفصل عضلات الرجل. العضلات ما تنحرق طالما انت محافظ على نسبه البروتين عاليه وتاخذ المكملات اللي تساعدك في زياده الحفاظ على الكتله العضليه. فلا تخافوا من الامور اللي تقول لك ترى والله برنامج الجهاز هذا يحرق الرجل، وهذا الجهاز يحرق الايد، وهذا الجهاز يحرق، يعني من التاليفات اللي طالعه اليومين. تقدر تسوي كارديو، حافظ عليه، كارديو مفتاح اساسي وكبير في حرق الدهون. هذه هم الست محاور في حلقه التنشيف العضلي. جماعه الخير، التنشيف اصعب فتره في دخولك النادي بشكل عام، حتى الناس اللي ما تهتم بعضلات وتخسس يعتبر موضوع التخسيس شيء صعب، فالتخسيس والتنشيف هو تقريبا نفس الشيء، بس يفرق الناس اللي تتمرن حديد فتحاول تخلي الكتله العضليه بشكل كبير اطول وقت. اذا الكارديو مهم جدا، الكارديو يساعدك في حرق الدهون، يحسن صحتك بشكل عام، يحسن عضله القلب، فالكارديو عنصر اساسي جدا في حرق الدهون. الموضوع يا جماعه صعب، التنشيف ما هو سهل، خصوصا في الفترات كل ما تقدم بكل وقت وقلت نسبه الكربوهيدرات والسكريات طبعا دائما منخفضه، فتبدا عندك المزاج يتعكر، تكون عصبي، ف يعني حاول دائما ابدا تحافظ على نفسك وما تكون يعني ما تتهور ولا تسوي مشاكل، لانه التنشيف صعب لكن نتائجه كل ما طلعت النتائج كل ما كان في رضا نفسي لك، وتنبسط وتشوف العضلات تتفصل وتشوف عضلات البطن والى اخره والعروق. فاصبر واتعب واجتهد وفي الاخير ان شاء الله راح توصل،
وخلي عندكم يا جماعة الخير عزيمة وإصرار إنك تكمل للأخير، لأنه باختصار لو وقفت أنت الوحيد المتضرر، ما في حد غيرك راح يتضرر. فيا ريت لو عجبتكم الحلقة يا ريت لايك، يا ريت اشتراك، ويا ريت تنشروا الحلقة. تنويه بسيط يا جماعة، اللي تشوفوه هذا كله مجهود فردي، الكاميرا وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا، لا عندي لا مخرج ولا عندي لا منتج ولا أي شيء، أنا اللي أضبط الحلقة وأنا اللي أسوي مونتاج وأقطع الحلقات وأركب، فإن كان في غلط بسيط يمين أو يسار فالعذر والسموحة. لا تنسوا لايك اشتراك والسلام.